هل القادسية مظلوم في الدوري الكويتي؟ والسبب عدم وجود منافس يمتحن القدرات الحقيقية للفريق الذي لا يشق له غبار. القادسية يغرد خارج السرب. القادسية يفوز ولا يتعادل. القادسية يفوز ولا ينهزم. القادسية أفضل هجوم. القادسية أفضل دفاع. القادسية يسجل ولا يسجل عليه. القادسية سجل قرابة ضعف أهداف أقرب ملاحقيه ولم يقبل ولو هدفا واحدا. أرقام مبهرة من جهة ومحزنة من جهة ثانية. إما أن القادسية قوي جدا، وإما أن البقية مستواهم متواضع حتى لا نقول ضعيفة. وربما شيء واحد يحتاج القادسية إلى تداركه في بقية المشوار، وهو أن لقب هداف الدوري إلى حد الآن ليس قد سويا، ولكنه ليس صعب المنال، ففراس الخطيب لا يتأخر سوى بهدف واحد عن إسماعيل العجمي هداف كاظم والدوري. هذا في الدوري. وفي منافسات كأس الأمير الكويتي، فالقادسية لم يدع لمنافسيه أي فرصة ليستمتعوا بحسنات الكأس ويحدثوا المفاجآت. القادسية بخطى ثابتة، والقادسية يتأهل في ربع النهائي على حساب الكويت بالأربعة، والقادسية يبلغ النهائي برباعية جديدة، والضحية الثانية بعد الكويت هي سليبخيات. أما السؤال، فهل هي رباعية جديدة في النهائي بعد 3 أسابيع؟ أم أن لكاظمة حامل اللقب رأي آخر؟ القادسية على الأخضر واليابس في المسابقات المحلية، وهو في طريق مفتوح للتتويج بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، ومرشح لاستعادة لقب الكأس من كاظمة. أما السؤال، فماذا عن كأس الاتحاد الآسيوي؟ وهل سينجز القادسية هذا الموسم ما عجز عنه سابقا، وخصوصا في نهائي الموسم قبل الماضي عندما خسر النهائي بركلة الترجيح؟ حمادي قردبو، صدى الملاعب.